اهلا بيكم مع ام مازن، هوريكي سلسله تنظيف كامله من انحاء العالم، هتفيدك جدا وتوريكي افكار مختلفه، هتفيدك جدا بجد. اتمنى تخليكي دايما معانا. البنت اللي قدامنا دي قالت بقى ما بدهاش، طلبت معاها نظافه وقالت لازم اجيبها عليها واطيها واخلي الاوضه دي تلمع من الاخر، وقالت انا هغير شكل الاوضه. وزي ما انتم شايفين شكل الاوضه فيها رطوبه والبلاط ظاهر ان هو بقاله كتير ما تنضفش، فعملت حاجة بقى وريحت نفسها، حطت مية كتير وفيها مسحوق عشان تبوش الطينة اللي في الأرض، وابتدت بالمقشة عشان ما توطيش. يعني هو المفروض احنا بنعمل بالفرشة بتاعة البلاط دي، هي عملت بالمقشة وده أريح لها، وابتدت انها تاخد البلاط كله واحدة واحدة كده زي ما انتم شايفين. وطبعا المسحوق هو اللي عامل النظافة دي، تقدري تستبدلي بقى بدوني بكلور اي مسحوق انت عايزاه للبلاط والارضيات. شالت الحاجات اللي هي بتاخد حجم اللي هتتنفط كمان، يعني زي السير ده شالته خرجته بره. وبعد كده خدت البلاط كله او السيراميك، يعني زي ما انتم شايفين ما سابتش حته بصراحه. طيب المشكله ان الميه كتير قوي، وده بيبقى غلط على السقف على فكره، ساعات بيعمل رطوبه كمان في المكان. يعني حتى الشباك اللي هي نظفته ده كان ممكن تنضفه بحته قماشه كده، وتكون هي مخصصة فوط على فكرة، فوط لكل حاجة. ابتدت بقى تشيل المية دي بجاروف وهتحطها في جردل تتخلص منها، لكن ده مش كفاية زي ما انتم شايفين في طين في الأرض. بعد كده جابت المساحة العجيبة دي اللي هم أصلا اللي اخترعوها، وبعد كده ايه بدأت بقى ايه تلم اللي باقي بقى وتمسح السيراميك تنشفه بصراحة من المية. وزي ما انتم شايفين انها بتاخد معاها بقى الفروق نطفت بتاعه السيراميك، فروق السيراميك نطفت وما بقاش في طينه. دي خطوه برضو حلوه قوي. لا بجد هي تعبت جدا، بس ريحه النظافه باينه يا جماعه في المكان بجد. شايفين الجمال؟ اللي كسلانه الفيديو ده تحفيزي، يديكي نشاط كده ويخليكي ما تكسريش ابدا. زائد بقى الديب فريزر ده، وجابت اللي تحته وجابت اللي تحته برضو، وبعد كده رجعته تاني ومسحت بقى بفوط هي مخصصاها، فوط مختلفة. يعني الفوطة هي للسلم مسحت بيها نفس فوطة الديب فريزر ومطهرات طبعا. ابتدت تطلع بقى العنكبوت وتطلع الحاجات التراب اللي في السرير نفسه، ما موجودة بتبقى موجودة في الخشب، وخلت الأوضة زي الفل بصراحة ما شاء الله. أحييها بصراحة. أتمنى يكون فيدكم الفيديو، استنونا في سلسلة فيديوهات تانية كتير إن شاء الله للنظافة. شكرا.